قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. اسمعوا يا أولاد، هما كده هيهجموا النهاردة بالليل. مفيش غير إننا ندافع. طبعا هندافع. طب وليه ده كله؟ ونطلب الشرطة وهي تتصرف؟ شرطة إيه اللي أنت عايز تطلبها دي؟ عايز تطلبها أنت تطلبها لوحدك، بس لو جت هنا هيبقى في سين وجيم، وبابا هيعرف ان انا رد سجون وهيطردني في الشارع لكلاب السكك تاكل فيا. يرضيك؟ لا. ما يرضيكش صح؟ صح. خلاص يبقى احنا نعمل خطه. بس ازاي هنعمل خطه وبابا قاعد لنا كده في الصاله؟ ما تخافش، بابا لما بيسمع الاخبار على النت بينفصل عن العالم. بس خلاص يبقى اتفقنا. اول حاجه في الخطه اننا نسيب الباب ده مفتوح، عشان اول ما يدخلوا نضرب على طول كده. الحمد لله، تصدقوا منفصل عن العالم تماما. بقول لكم يا اولاد، انت وهو وهي وهم واللي هناك ده هو جاهزين؟ جاهزين. هما كده بدأوا، اهم حاجه مش عايزين بابا يحس باي حاجه. يلا بينا. ايه ده يا اولاد؟ يا اولاد ايه؟ تعال حبيبي، ايه بتجروا كده ليه؟ كمل كمل يا بابا، احنا بنلعب ببجي بس. يا راجل ببجي؟ طب يا حبيبي. طيب اهم حاجه نفتح الباب. ما هو مفتوح يا غبي. ايه يا دي اتكهربت ولا ايه؟ خش انت كده. في ايه في الباب يا غبي؟ في ايه؟ جرب انت كده. جرب ايه؟ يا كرشي، يا وشي. بس حلو كده لحد هنا الحته دي. تعالوا بقى قابلوني عند باب الفيلا الرئيسي. ايه ده، هو مفتوح؟ يا من بدري. تعالى بس هتشوف. تعال تعال. احنا عاملين حوارات ليه؟ دي مرحله جديده دي صح؟ يلا خليك انت بقى يا حاج قاعد كده. بص، عارف لولا ان انت الراجل اللي انا باكل في بيته لقمه عيش ما كنتش عايزاها ليك ابدا. خليك انت قاعد تقرا الجورنال وحاطط السماعة. انت بتسمع، تسمع الجورنال؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ الله، ما الباب مفتوح اهو يا غبي. طب ما هو الباب مفتوح اهو يا غبي. خش ورايا تعالى. هو انت عشان حرامي لابس تيشيرت مخطط؟ كده انا هتشتري شعري. ما تخش الجامع، هتقع تتكامل زيي. هو فين؟ ايه ده لابس لبس جديد. نورت يا حلواني. بقول لك ايه؟ هو انت اسمك ايه؟ اسمي جلال. اسمك جلال؟ في الكشف؟ ادخل. مش انت اللي بتعدي الفيلا؟ طب خد دي. وخد دي. ايه ده، بتجيب لي لسته عدس؟ بس خلاص يا اولاد، بس عشان صاحبه بدا يتحول. بس امسك انت دي كده. حاضر. ايه ده؟ تعالى تعالى لف. تعالى بس، تعالى اقول لك على حاجه. تعال بس اهدى بقى كده. اوب، شفت التيره؟ شفتها. هات بقى. تعالى بقى دلوقتي. انت لما جيت عند الباب ده قلت لك ما تدخلش الفيلا، جيت عند دي ها دخلت الفيلا ليه؟ لا 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 يا فندم، انا اسف، انا سلمت الورق يا فندم، هيكون عند حضرتك. انا اجهزه يا فندم ونخلص كل حاجه، ما تقلقش سعادتك. ايوه يا فندم، ايوه. لا لا طبعا طبعا، ازاي؟ تحت امر حضرتك يا فندم. هو العيال ايه؟ ايوه يا فندم. لا لا لا، تحت امر معاليك يا فندم. والله سعيد. لا يا فندم، انا واعي جدا لكل حاجه بتتعمل. لا لا شايفها، والاولاد الجداد دول هايلين محترمين كده، وكل شيء جميل. لا طبعا يا فندم، ده انا سعيد باللي بيحصل كله، عارفه تمام يا فندم. شكرا يا فندم، ما عليك. تحت. وحضرتك مجهود ما شاء الله رائع. ايوه يا فندم طبعا. الله، امال انا؟ لا يا فندم، لا 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 لا، ما انا قلت المعاليك.
لا الولاد ده هايلين. انا مبسوط وفاهم كل حاجه. لا يا فندم انا واخد بالي كويس جدا، وكل الامور اللي حاصله دي سعادتك مخلاني سعيد، سعيد جدا. انا مفيش حاجه بتعدي عليا، عينيا دي صقر بتلقط اي حاجه يا فندم، واخد بالي كويس جدا طبعا. لا معليك طبعا، ده شغلتي، ده مجهود. اشكر معليك يا فندم، ربنا يخليك. اشكرك يا فندم. حس ان بابا قاعد في شقه لوحده ملوش يا نكمل المعركه. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.